السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا دكتورة. ازيك يا تيمية حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. ونعمة بالله. دكتورة مساء الخير. أهلا يا بلال، ازيك، أخبارك؟ والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. يا رب دايما وأبدا. دكتورة نبلش محاضرة أول ولا كيف؟ خليني ادي المحاضره الاول. كان سبب التاجيل شويه بالنسبه لكم، كان في والله محاضره برضو ماده مكتبيه الكوميونيكيشن للطلاب، يعني فاضطريت ان انا، يعني كان في اكتر من سيشن فاضطريت اخد فاصل بس. يعني مشكلة دكتورة، الله يعطيك العافية. يا رب يعافيك، يا رب يعافيك. خليني بس ابتدي انا المحاضره. انتوا جاهزين مش كده؟ ان شاء الله طب دكتورة. الحمد لله، لأني مش عارفة إيه ظروفي التلات، يوم التلات، فقلت إيه تخلي لقائنا النهاردة. لو أتيحت الفرصة لعقد لقاء آخر قبل ميعادنا الأسبوع الجاي إن كان لينا عمر، حابة أقول لكم برضه. ماشي الكلام؟ إن شاء الله إن شاء الله. لأنه زي ما أنتم شايفين الترم على عجالة غير طبيعية، بلس إنه غالبا مواعيد برنامج البيت حتى هتعلن ليكم خلال نهاية الأسبوع، يعني إن شاء الله. فعشان تبقوا عاملين حسابكم، ده اللي قصدي فيه. الأسبوع هذا قصدك دكتورة؟ مواعيد البرنامج الميد هينزل خلال الأسبوع، نهاية الأسبوع ده، فأكيد بيبقى موجود عندكم برضو على السيستم، يعني خلاص إن شاء الله. بتعلموا بيه. يعني في أي سؤال أو أي استفسار قبل ما أبتدي المحاضرة؟ في الامتحان التجريبي دكتورة قلت آه في آه الأسبوع آه هذا آه برضه. خليكوا فيه، أنا هنزل لكم الساعة إن شاء الله. نزلت لكم اليوم، هو غالبا هيكون بالليل بقى، أنا حددت علشان كل ما المواد عشان أقول لكم المعلومة بدقة، بس أخلص المحاضرة معاكم وهنزل لكم الساعة برضه، خلاص وغالبا يا كويس. 9 يا 10، يعني خلاص غالبا الجمعة. غالبا غالبا انتوا يمكن الساعة 10، بس انتظر الله يكرمك عشان تبقى المعلومة بالشكل الديفينيت إن شاء الله، بس أخلص المحاضرة أنزلها لكم على الجروب. إن شاء الله دكتور. خلاص، لو إن شاء الله. نسيت أضيفها على الجروب بتاعكم انتوا المكتبي، انت بتعرفها وضيفها الله يكرمك يا بلال. خلاص ولا يهمك بس دكتور. خلاص ولا يهمك إن ان شاء شاء الله. الله تعالى بامر الله. هي الهدف منه علشان المداخلات الكتير لزمايلك، الهدف منه تجريبي، بمعنى انه ترجعوا كده تعملوا ريفريشمنت بس لكيفيه الدخول على منصه الاختبارات والامور فنيا تمام، والقصه دي ده الهدف منه. يعني انا مش حاطه امتحان بصيغه امتحان، هو مجرد سؤال مثلا بالنسبه لي، انا بتكلم عن نفسي تمام، إن شاء على الله. اساس بس البروسيس بتاع الدخول للمنصه ما فيش عندكم مشكلات دخول منصه الاختبارات، ما فيش مشكلات فنيه والامور تمام، استعداد للمد، ده الهدف تمام. إن شاء الله. طيب خلينا نسمي الله نبتدي محاضرتنا. اتكلمنا هي بعنوان السايكاتريك نيرسينج برينسيبلز، اتكلمنا عن مفهوم او معنى المبادئ اللي احنا بنطبقها او ملزمين ان احنا نطبقها في علاقتنا بالمريض من هذه البرينسيبلز. اول برينسيبل اتكلمنا فيه كان عان الاكسبتنس، هي طبعا كانترودكشن من البدايه ان البرينسيبل مبنيه على كونسبت اساسيه، هو ان انا بتعامل مع المريض بتاع المريض اللي احنا بنتعامل معاه، هو انسان له الحق في الحفاظ على له الرايت فور وورث اند ديجنيتي، الحق في الحفاظ على قيمته وكرامته، وان نظرتنا ليه تبقى نظره ايجابيه، بمعنى ان هناك امكانيه في المستقبل ان يتحسن والوضع يتحسن، ما نبقاش عندنا نظره فيها حكم على المريض انه ما فيش منه امل ولا في منه فايده. طبعا هذه البرنسبل بيتم تطبيقها مع كافه انواع المرضى، سواء كان مريض عنده مشكله اورجانيك او فيزيكال، يعني او مريض عنده مشاكل في السلوك او اي مريض ايا كان، فهذه برنسبل احنا بنتكلم على فاونديشنز. يعني اول برنسبل اتكلمنا فيه كان الاكسبتنس، واتفقنا ان ازاي ان احنا نتقبل المريض، معناها انه من خلال سلوكيات احنا بنقوم بيها، هذه السلوكيات بتتمثل في او هناك عده سلوكيات الهدف منها انه كونفي للبيشنت اللي احنا بنتعامل معاه الريسبكت
احترام، والاحترام زي ما اتفقنا هو الأساس في العلاقات بين البشر، بغض النظر على الاختلاف أو التباين في خلفية كل إنسان عن الآخر، ولكن هو بني آدم زي ما اتفقنا يعامل على أساس الاحترام وأنه له قيمة وله كرامة. كمان هذا البرنسبل من خلال السلوكيات اللي احنا بنطبقها بنوصل للمريض إحساسنا به وحبنا ليه وتقبلنا ليه وترحيبنا للتعامل معي. بس هناك شرط مهم جدا جدا جدا، هو أنا وأنا بتقبل المريض ما أخليهوش أو أخليه له استماحية مطلقة يتصرف زي ما هو عايز. زي ما هو عايز بين قوسين هيبقى أنا عندي كان هناك تصرفات أو سلوكيات إيجابية، هيكون هناك بالمقابل سلوكيات سلبية غير مرغوب فيها. فدي إحنا بنحط إيه؟ بنضع ليها خط أحمر، والمقصود هنا بالخط الأحمر ليس على شكل عقاب أو حكم، بل الخط الأحمر هنا أو عدم التجاوز هنا على شكل ست للليمت، نضع له حد حتى لا يكرر هذا السلوك. طيب إيه هي بقى السلوكيات اللي إحنا نقوم بيها عشان نطبق هذا البرنسبل؟ عندي بي نوت جادجمنتال اند نون بانشمنت أو نون بانيتيف، لا نصدر أحكام أو لا نحكم على المريض نقول إن هو سلوك هذا المريض صح أو غلط ولا سيء ولا جيد، لا، لا نعطي حكم، لا نصدر حكم. ممكن نقول سلوك إيجابي، سلوك مرغوب فيه، وبالمقابل سلوك سلبي أو سلوك غير مرغوب فيه، لأن لو حكمنا بمنتهى البساطة هنلاقي نفسينا بنعاقب، وسبل العقاب أو آليات العقاب زي ما اتفقنا في منها بالشكل المباشر المتمثل في توجيه سباب أو ألفاظ خارجة عن النص أو شتائم أو الضرب، التهديد بالضرب أو الضرب المبرح، أو أن يكون هناك وسائل أخرى من البانشمنت بشكل اندايركت متمثلة في أن احنا نعمل نيجليكشن للمريض أو نعمل فوكس على ديفيسيت أو ديفكت معين، أو يكون هناك افويدنس للمريض او في نوع من الديسكريمينيشن بينه وبين الاخر. اذا تاني سلوك عندي شو انترست ان ذا بيشنت از ا بيرسون نوت از ا كيس، تعاملي واهتمامي بالمريض على اساس انه هو مريض وليست كيس انا بحقق من خلالها فضول شخصي، انا عايزه اعرف عن المرض، عايزه احقق مصلحه شخصيه، لا انا بتعامل معه لانه بني ادم زي ما اتفقنا، اهتمامي بيه يكون من منطلق اهتمامي بيه بسلوكياته، باحتياجاته، بأهم القضايا اللي تشغله، بأهم اهتماماته، إزاي بيقضي وقته، الأنشطة الوظيفية اللي بيحب يشغل فيها وقته بالشكل البناء والمفيد، الأنشطة الترفيهية اللي بيحب يروح من خلالها عن نفسه، إن أنا أبحث عن المريض، إن أنا أقضي وقت معايا في اهتمامات اللي أو القضايا اللي بتهمه، إن أنا لما يطلب مني شيء أقارن هذا الشيء المطلوب بالجوب ديسكريبشن بالنسبة لي، هل يتوافق فوعدته ألتزم بالوعد، لا يتوافق وهذا التكليف أو هذا الشيء المطلوب مني ممكن حد تاني في التيم الهيلث تيم يقدر يحققه أو هو من الجوب ديسكريبشن بالنسبة له، فبوجهه وبعمل له الريفيرال المطلوب. أتقبل خوفه على إنه حقيقة بالنسبة له، لأنه بالفعل لما المريض في حالة هالوسينيشن بيسمع لأصوات أو في حالة ضلالة عنده اعتقاد معين، فبناء على هذه المشكلات الذهانية أو الأعراض الذهانية وارد إن كردة فعل يكون خايف، وبناء عليه نعترف بأن هذا الخوف بالنسبة له حقيقة، لا نسخر منها أو نستخف بها. تاني أو تالت سلوك مطلوب مني recognize the feeling recognize and reflect on feeling with the patient may express، إن إحنا يكون عندنا من المهارة اللي تمكننا من التعرف على مشاعر المريض و في الوقت المناسب، وبالأخص منها المشاعر الـ strong negative emotion، لأن هذه المشاعر لو تركت على حالتها وزاد الشحن لنا المريض هيتحول لحالة لسلوك أو هيتم التعبير عنها لسلوك هدام destructive behavior. فلما يجي المريض يقول لي أنا متغاظ من حد، غضبان من حد، ولو الشخص ده قدام مني هكسر رقبته أو هضربه، أو أنا شخص شخص ميت، فمعنى هذا الكلام إنه إحنا جملة زي دي أو عبارة زي دي ما نعدهاش كده، بالعكس إحنا نقف عندها عشان نعرف تفسيرها ونشوف إزاي هنوجه المريض للتعبير عن هذه المشاعر سواء كان بالشكل الرمزي أو اللفظي. ثانية واحدة شباب. talk with a purpose معايا شباب.
معك دكتورة. معك دكتورة. Talk with a purpose. كلامنا مع المريض يبقى حقق غرض. إيه الغرض من علاقتي بيه؟ هو إن إحنا بنساعده في تقييم وتلبية احتياجاته ومشكلاته ورغباته واهتماماته لآخره. فبالتالي علينا إن إحنا نقدر نقيم هذه الأمور بدقة. نقيمها إزاي؟ من خلال في بداية علاقتي بالمريض ده أنا لسه بعمل داتا كولكشن، ما عنديش داتا بيز عن المريض، فبالتالي بضطر إن أنا أختار من الكياسة، أختار نوع السؤال اللي هيمكنني من الحصول على المعلومات اللي تخص هذه الأشياء. خلاص، إيه السؤال اللي هيمكنني من هذا؟ هو نمط السؤال الأوبن إند، السؤال اللي ملهوش حدود أو ملهوش خيارات معينة. بفتح عنوان، في عنوان عن موضوع معين مع المريض، إزاي بتقضي وقتك؟ إيه إزاي بتشغل وقتك؟ ايه الانشطه اللي بتحب تشغل وقتك فيها؟ ايه المهارات اللي شايفها عندك وبتحب تمارسها، او المواهب اللي بتحب تمارسها والهوايات وهكذا. فبالتالي انا بقدر ايه احصل على رد كافي وادي المريض فرصه ان ايه يسرد من المعلومات اللي مفروضه. Permits the patient to express strongly held feelings زي ما اتفقنا، بدي الفرصة أو بخلي الفرصة متاحة للمريض إن يعبر بالشكل الرمزي واللفظي عن مشاعره اللي أخص منها السلبي، عشان لو فضلت bottled up متراكمة هيبقى المريض بعد شوية قليلة جدا من الزمن هيبقى explosive and dangerous، هينفجر وهيبقى خطر على نفسه وعلى المحيطين. فاحنا ندي الفرصة للمريض يعبر، وبشرط ان احنا لا نصدر حالة من الدهشة ولا التعجب ولا الاستغراب ولا عدم التصديق لهذه المشاعر، ولا طبعا ان احنا نعاقبه. يعني المريض زي ما اتفقنا في حال السيفير ديبريشن بيقعد يبكي لو تشوفوا بقى المريض على ارض الواقع والنواح والعويل كان حد ميت له حد في اللحظه وفي وقت مراسم الدفن، يعني بكاء وعويل شديد ويعني شديد جدا. فبالتالي ما نزهقش احنا على المريض ونضطر ان احنا يعني كردة فعل نعاقبه او نهدده بالعقاب، لان هو ده تعبير عن الحالة اللي هو فيها. فلازم علينا ان احنا نبقى متوقعين expected tolerated، متوقعين متحملين and allowed for expression، ونسمح له للتعبير عن هذه المشاعر بالأخص زي ما اتفقنا بالشكل اللفظي الفيربال أو السيمبوليك، بدل ما يتم ترجمتها لسلوك هدام. وفي هذه اللحظة هيكون المريض يمثل خطورة على نفسه وعلى المحيطين. ده كان أول برنسيب اتكلمنا عن contact with reality. ها جدلولي انتوا بقى contact with reality بتحقق ازاي؟ ها شباب اتكلمنا فيه ولا لا هذا البرنسيب؟ كلمنا عنه ولا لا؟ maintaining the contact with reality. ها انتوا معايا ولا رحتوا فين يا قوم؟ لا دكتوره ما حكينا عنه. ما حكيناش؟ يعني ده ما شرحتوش؟ لا دكتوره هون الحفاظ على التواصل المريض مع أيوة. الواقع هاي تمام خدناها. طيب قلت فيها ايه اللي فاكرها؟ معنى هذا البرنسيب لازم نشرك المريض بشكل إيجابي. تمام، في إيه؟ في الأنشطة اللي بتتم على أرض الواقع. معنى هذا البرنسيب نحن علينا دور نحفظ تواصل المريض مع الواقع. يعني ده بين قوسين إنه المريض من خلال تعرضه لمشكلات معينة بينفصل عن الواقع، من خلال الأعراض الذهنية اللي بيمر بيها بينفصل عن الواقع بتاعنا. يعني ايه؟ يعني المريض لما بيدخل في حالة من الهلوسينيش بيسمع على أصوات، بيشوف أشياء، بيدرك أشياء مصدرها على أرض الواقع ما هيش موجودة، ده كده متواصل مع الواقع؟ لا، هو فاقد التواصل مع الواقع. طب احنا نعمل ايه بقى؟ ايه الانترفنشن المطلوب؟ هو بيكون اذا بدك نعمل ديستراكشن، نعمل فترة هو بيكون في، اذا كان يعني المريض كويس بيرد يرجع لحالته الطبيعية. يبقى إذن عليا إن أنا علشان مشكلة زي دي اللي هي بين قوسين إحدى الأعراض الذهنية أمثلة الهلاوس أو الضلالات اللي هي فيها المريض ينفصل على الواقع عن الواقع، علي إن أنا أعمل له ديستراكشن، أشتت انتباهه من الإيه؟ من هذه المشكلة. طيب أخلي انتباهه يروح فين؟ يروح في سكة تانية. يبقى أنا بعمل أتراكت للأتنشن للمريض لما له علاقة بالواقع. إيه هو بقى له علاقة؟ له علاقة بالواقع الأنشطة اللي إحنا بننفذها، البرنامج اليومي بتاعنا. البرنامج اليومي ده يتضمن إيه من الأنشطة؟ عندي physical exercise، عندي recreational activity، تمام، أنشطة ترفيهية أو
الضغط الروحية، عندي occupational activity، أوكي طبعاً عندي نشاط مهني أو وظيفي، عندي group discussion أو عندنا مشاركة بنعمل على شكل group حركة نقاش ونطرح موضوع معين بيشغل الرأي العام، بيشغل المجتمع، موضوع حاصل في الوقت الحالي، بس بنحط إيه؟ بنحط شرط إن ما يكونش هذا الموضوع لا له علاقة بالسياسة ولا له علاقة بالدين، تمام؟ طيب إذا إحنا هنا عملنا إيه؟ خليت المريض بقى involved في الواقع من خلال إشراكه وإحاطته بالأنشطة المختلفة. هل يشترك بالشكل أو مشاركته تبقى سلبية؟ لا، يبقى أنا ما عملتش حاجة، ما أقولش أفتح التلفزيون وأخلي المريض يتفرج وأقوم إيه سايباه، لا ما ينفعش. يبقى أنا هنا بسيب المريض هو يبدو زي ما بيحصل معنا إحنا، يبقى إن إحنا قاعدين قدام شاشة التلفزيون بنتابع مادة معينة ولكن دماغنا في سكة تانية، لكن إحنا في الحقيقة بنعمل حاجة تانية أو تاسك آخر. فبالتالي لما المريض يشترك يبقى مشاركته إيجابية، بمعنى إنه بيرسم رسمة بقعد أناقشه، إيه أنت اخترت اللون ده على أساس إيه؟ طب أنت إيه اللون اللي أنت بتحبه؟ طب لو أنت اخترت اللون الأصفر إيه اللون التاني اللي يتحط معاه ويديني شكل حلو؟ وهكذا. يبقى أنا هنا إيه؟ بخليه بيشارك بالشكل الإيه؟ الفاعل والإيجابي، أوكي؟ تمام يا شباب المستقبل؟ تمام دكتور. طيب بنكمل. ايه اللي بعد contact with reality seeking validation from the patient؟ ان انا ابحث عن المصداقية. مين مصدر المصداقية عندي؟ الشخص اللي انا بتعامل وتفاعل معي هو المريض. طيب امتى انا مطلوب مني اطبق هذا البرينسيبل؟ لما لاقي صدر من المريض سلوك معين، خلاص؟ طيب انا هنا المثال اللي عندي بيقول لي ايه؟ لو انا نتيجة ملاحظتي للمريض لقيت ان هو بيتجنبني، هو فعلا بيتجنبني ما بيتجنبنيش، اقعد انا احسب احط حسابات مع نفسي؟ لا، هو السلوك ده ظهر من مين او صدر من مين؟ عن فلان، عن هذا الشخص. يبقى مين مرجعيتي؟ هذا الشخص. ممكن يكون يبقى انا اديته هنا الفرصه لما ارجع له يا اما ان هو يعمل كوركت او كوركشن يصحح لي الخلاصه اللي وصلت ليها ان هو فعلا تجنبني، يعني او جائز ان هو ما تجنبنيش، جائز ان هو ما اخدش باله مني او ما سمعنيش. مش بيحصل بينا احيانا انا وانا معديه كده وفي ناس موجوده اقول سلام عليكم، خلاص ما لقيتش حد رد، اقول شايف ما حدش رد ازاي، ما حدش مهتم ازاي، جائز اصلا ما سمعنيش، صح؟ مش ده بيحصل بينا؟ طيب في علاقتي بالمريض هل انا احط تخمين او تبرير او ظن مني؟ لا، ارجع للمريض اتاكد منه هل هو فعلا تجنبني، يبقى هو اكد لي، ولا هو ما كان اصلا منشغل في شيء اخر او ما كانش واخد باله من الاساس. يبقى الفرصه هنا ان انا من خلال seeking validation from the patient، المريض هو المصدر، هو المرجعيه عن اي سلوك صدر منه ارجع له. لما انا برجع له انا بدي له المجال انه يا اما يصحح توقعي يا اما ياكده. طب ليه الموضوع ده مهم؟ لان جوهر علاقتي بيه بيعتمد على ايه؟ ان انا بلف وادور في فلك ان انا بهتم بيه، ان انا بدرسه، ان انا بدرس المريض عشان من منطلق اهتمامي بيه عشان نحدد الاحتياجات المطلوبة ليه وايه المشكلات اللي عنده عشان نقدر نساعده فيها، صح كده؟ يبقى ايه اللي هيمكنني من القصة دي؟ ان انا دائما وابدا ابحث عن مصداقية اي تصرف او اي سلوك صدر منه وارجع له هو مباشرة. self understanding is used as a therapeutic tool. معناها ايه بقى؟ هاي انك لازم اول شيء واحد يفهم نفسه عشان يقدر يفهم المريض. برافو. هو فاقد الشيء لا يعطيه، مش بسعى او علاقتي في المريض بالمريض سعي عشان افهمه وانا مش فاهمه نفسي. طب افهم ايه في نفسي؟ ايه اللي مطلوب ان انا افهمه؟ افكاري ومشاعري وتصرفاتي، thought feeling and behavior، تمام؟ ثلاث مناطق مهمة جدا، مهم جدا قبل ما انزل واتعامل مع المريض وابقى في كونتاكت مباشر معاه افهم ايه افكاري. لانه العلاقة بينه وبين المريض اللي هي الثيرابيوتيك. تمام، عشان انا نفسي اكون ثيرابيوتيك تول، يعني انا افهم نفسي لان انا امثل اداة علاجية، بالضبط زي كاني بتعامل مع اي مريض وبقوم بعمله اي بروسيجر معين. ينفع استخدم اي تول مصطلحة؟ لا. ينفع؟ لا. لا. لا مش كده. فبالتالي هي نفس القصة، لازم احنا في علاقتي بالمريض انا امثل في هذه اللحظة او هذه الحالة ثيرابيست، معالج، يعني انا اداة للعلاج، لازم اكون اداة valid
هيجي ازاي بقى؟ هتيجي بناء على ان انا افهم اعي الاول اوير، ابقى اوير واندرستاند وكنترول، اعي جيدا واتفهم واسيطر ايضا على افكاري ومشاعري وتصرفاتي زي ما اتفقنا من قبل. انا هتحط في اول كونتاكت بيني وبين المريض، طيب انا المريض عندي له فيدباك معينه كده او في ذهني وتصوري في ايمج معين ان المريض ده هيهجم عليا وهيضربني وهيخنقني وهيموتني، وبالمقابل ما لهوش حساب او ما لهوش حساب، صح؟ هو ده كل في ده الخلاصه، دي الخلاصه. لو قلت لاي حد فيكم ما عندهوش باك جراوند عن المريض بتفاصيله والسبيشاليتي ده بالكامل، يا جماعه ايه مشاعركم دلوقتي؟ اللي هيقول لي خايف، اللي هيقول لي انا قلقان، اللي هيقول لي انا متوتر، اللي هيقول لي انا متوجس، وهكذا، كلها مشاعر في نفس الاطار. طيب ليه انت خايف وليه الاخره؟ لان انت بمنتهى البساطه ما عندكش الخلفيه سواء من اللي هو نقص الخبره، خلينا نقول الخبره. تمام. حتى على فكره برضو علشان اكون صادقه معاكم، دراسات اتعملت وعلى الناس اللي عندها خبره سنوات من الخبره في مجال عملها في هذا التخصص، وبرضو بيتعرضوا للفايلنس. ده مش معناه ان انت مع خبرتك 10 15 20 سنه هتبقى زيرو للتعرض لاي ريسك، لا وارد، ولكن احنا بنقول ايه؟ بقدر الامكان ما يؤهلنا للتعامل مع المريض. تمام. طيب اذا لازم نبقى فاهمين افكارنا، انا بفكر ازاي بناء على ايه، الخلفيه اللي عندي، مشاعري مطابقه لافكاري بالطبع. فبالتالي لو انا بفكر بنوع من ان انا خايفه اتواجه مع المريض لان انا ما عنديش معلومه ولاني ما عنديش خبره، ومشاعري متوافقه مع افكاري دي وتصرفاتي بناء عليها، اذا من غير الملائم ان انا اكون ايه ثيرابيوتيك، من غير الملائم ان انا في هذه اللحظه امثل اداه علاجيه، صح كده؟ لان افكاري ومشاعري وتصرفاتي مش هقدر اسيطر عليها، وهتبان قدام المريض وهتبقى ايه، وهيبقى هنا انا مش بساعده، انا محتاجه حد يساعدني انا، صح كده؟ طب انا ازاي ان انا اقدر اساعد نفسي بقى؟ ان انا ارجع لمن هم اكثر مني خبره في مجال العمل، ان انا ارجع لان هم الناس لزمايلي اللي يسبقوني في العمل، او الناس اللي عندها اكسبيرينس، او ان احنا كتيم وورك نشتغل مع بعض، نعمل نتبادل الاراء فيما لا علاقه بالاكشن او البلان، الاكشن بلان او البلان اوف كير تخص هذا المريض. فبنبتدي يبقى كل واحد فينا بيستفيد من خبره الاخر. تمام. ان احنا ندرك جيدا افكارنا دي، ليه انا خايفه وابتدي ان انا اشتغل على كده، ليه انا قلقانه ابتدي اشتغل على كده، واشوف ايه المهاره المطلوبه وازاي ان انا اسيطر على مشاعري، علشان ما ينفعش ابقى واقفه قدام المريض او بتعامل مع المريض وانا مهزوزه وانا خايفه وانا برتجف. يعني عندي برينسيبال اخر اللي هو بعنوان ايه يا شباب؟ الكونسيستنسي، اللي هو معناه ايه؟ الثبات في المعاملة، هاي التماثل في المعاملة أو الثبات. تمام. اللي هو المقصود بي واي كونسيستنسي، لأنه بداية كده الشيء المجهول، بيخلينا نخاف منه. إحنا حتى عندنا مقولة كده درجة بنقول إن نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه، صح كده؟ طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني مهم جدا، للمريض، مهم جدا إن إحنا نعمل له الأورينتيشن الكافية، خلاص نعمل له اورينتيشن. واحد رايح هذا المكان، نعمل له اورينتيشن او بروبر اورينتيشن على اساس ايه؟ ان يعرف السيت اب، نفسه تفاصيله ايه، هذا المكان ايه، الفاسيلتيز اللي موجوده فيه، مين الهيلث بيرسونال اللي هيتعاملوا معاه، مين الاشخاص او الفريق اللي هيتعامل معاه، ايه السيرفيسز اللي هتتقدم له، صح كده؟ يبقى احنا عملنا له ايه؟ عملنا له بروبر اورينتيشن، عرفناه بالمكان بتفاصيله بالاشخاص اللي هيتم التعامل معاهم بالخدمات اللي هتتقدم له، اوكي؟ بلس ايه كمان؟ بلس الروتين بتاع هذا المكان. انت لو انت رايح مكان معين، انت لسه جاي بتقدم النهارده على في الجامعه علشان هتدرس وهتبتدي تسجل هذا الكورس، لازم بتعرف ايه الخطه الدراسيه، التخصص اللي انت هتختاره والخطه الدراسيه اللي خاصه بيه والقاعات اللي انت هتاخد فيها المحاضرات ونظام وسياسات الجامعه وتعليماتها فيما له علاقه بالغياب والامتحان والاخر، صح ولا لا؟ صحيح. ساعتها انت بتحس ان انت لسه في المجهول ولا بقى عندك خلفيه؟ لا، بكون عندي خلفيه. خلاص، يبقى الخلفيه اللي عندك اللي انت اكتسبتها دي عملت ايه؟ ازاحت قدر من القلق اللي عندك. تمام كده؟
طيب هي نفس القصة، بعمل orientation بهذا الشكل بلس ان بعرف المريض بالبوليسي او البوليسيس والليميتيشنز بتاعت هذا المكان، سياسات هذا المكان. يعني ايه سياسات هذا المكان؟ يعني في عدة انظمة وتعليمات، في احكام اشي اللي يتبعها الواحد، قوانين هنقول بالضبط، في اشياء مسموح بيها 1 2 3. انت وانت داخل المطار لو انت مسافر بيقول لك ايه مسموح للراكب على الطياره كذا وكذا، مسموح له ياخد معاه انيه ميه ولا لا، ياخد شنطه ما اعرفش حجمها ووزنها ايه وهكذا. ففي سلسله من الارشادات والتعليمات، هي دي اللي احنا بنتبعها، ايه المسموح وايه اللي ايه ممنوع. طيب احنا بقى كاشخاص، احنا كستاف هنطبق السياسات دي، مطلوب علينا ان احنا نطبقها، في حد هيطبقها وفي حد هتطبق عليه، صح كده؟ انا لما اجي اطبق انا كفرد ضمن التيم او ضمن الاستاف، يبقى انا لما اطبق السياسات دي بطبقها على الجميع ولا بطبقها على فئه واترك فئه اخرى؟ لا على الجميع دكتور. حلو، يبقى الاتيتيود بتاعنا شكله ايه؟ عام واحد، صح كده؟ يبقى هي هنا ايه هي الارياس اوف كونسيستنسي؟ الاتيتيود اوف ذا ستاف الورد روتين ديفايننج ليميتيشن بليز اون ذا بيشنت. تمام، يبقى الاتيتيود بتاعنا شكله ايه، النظام الروتين بتاع سياسات القسم شكلها ايه، او هذا المكان وضعها ايه، الليميتيشن اللي بتوضع على الجميع بنفس الظروف. طيب ايه الاهميه بقى؟ الاهميه عندي ان the patient to be continuously exposed to an atmosphere of acceptance. يبقى انا لما بطبق هذه الامور على الكل يبقى الكل هيشعر بنفس الدرجه من الايه، من القبول. تمام كده، لما بطبق على سبيل المثال سياسة التعامل مع قضية زي الغياب، بقول الكل لو عند عدد معين غاب أو عدد مرات من الغياب بشكل معين هيبقى فيه تنبيه أول، تنبيه تاني، إنذار، حرمان، يبقى على الكل مش على حد وحد لا. لو على حد وحد لا يبقى هتشعروا بالإيه؟ بالتفرقة في المعاملة. نفس الوضع، أنا مطلوب مني كاتيتيود ضمن الستاف أطبقه بنفس الكيفية، مطلوب من زمايلي من نفس الاسلوب برضو يطبقوا بنفس الايه الاسلوب، ما يبقاش في حد متهاون وحد ايه متشدد. فاذا هنا الكونسيستنسي اهميتها ان لما نطبق السياسات والروتين على الجميع بنفس الوضع يبقى الكل يشعر بنفس الدرجه من القبول وعدم التمييز. الكونسيستنسي تو بي مينتيند فروم نيرس تو نيرس اند شيفت تو شيفت، كلنا مطالبين كستاف تطبيق هذه السياسات، مش حد يطبق وحد لا، وفي طول الوقت. البرميشن او البرميسيفنس تو بي ليميتد ويز بيشنس هو ار هوميسايدال سويسايدال هايبر اكتيف اند سسبيشس. طيب بس خلينا ناخد بالنا من حاجه، ان ايه احنا بنقول في تعليمات بشكل عام بتطبق من الجميع على الجميع، وفي عندي كمان ايه، وفي عندي حاجات كده بنعمل عليها هايلايت. ايه بقى اللي بنعمل عليها هايلايت؟ ان في مرضى عندهم مشكلات معينه، ذوي هذه المشكلات بناخد بالنا منهم قوي، بقى بناخد بالنا منهم قوي. ايه هي هذه المشكلات؟ مشكلات القاتلة، شخص هوميسايدال، شخص انا من خلال تقييمي لي وانصاتي لي وجدت او خلصت الى انه ينوي عنده اتجاه ونوايا وميول لقتل شخص اخر، او سويسايدال، او انه هو عنده افكار واتجاهات وميول انتحارية، او شخص هايبر اكتيف لدرجه ان تصل حد النشاط المفرط اللي عنده لحاله من الاجريشن او الاجيتيشن. الناس دي نعمل معاها ايه؟ الناس دي ناخد بالنا قوي 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 من تصرفاتها، لازم نعمل لهم حدود، والبرميشن بالنسبه لهم ايه؟ يبقى ليميتد اكتر، يبقى ليميتد اكتر. تمام The patient is allowed to feel as he does, but the limitations are put on his behavior. يعني أنا ما عنديش مشكلة إن المريض يعبر عن مشاعره زي ما هو عايز ما دام في الإطار الرمزي واللفظي، ولكن هنا الخطوط الحمراء تبقى عند إيه؟ السلوك. ما ينفعش اللي زعلان ده يقوم يكسر وإيه؟ ويدمر في الدنيا اللي حواليه. ما ينفعش اللي غضبان ده يقوم يمسك في رقبة الشخص اللي غضبان منه. هنا ترجم الوضع لإيه؟ لسلوك. شكل السلوك عندي هنا إيه؟ ديستراكتيف، مطلوب أو مرغوب؟ لا. يبقى هنا الليميتيشن توضع على إيه؟ على السلوك. الليميت والريينفورسمنت، لما أنا بتكلم على سلوك، لو سلوك إيجابي أنا أعمل له إيه؟ ردة فعلي يكون إيه؟ ولو سلوك سلبي يكون ردة فعلي إيه؟ لو سلوك الشخص إيجابي، أنا كان في وقت من الأوقات بلاقي نتيجة تقييمي إنه عنده lack of bodily hygiene،
أو inadequate hygiene سواء كان على مستوى البادي أو الكولوزيس، وجدت في لحظة أخرى أو في وقت آخر لا المريض عامل شيفينج واللوك بتاعه والأبيرنس بتاعه في حالة من الجرومينج، وما ينم على أنه مهتم فعلا بالسلف كميت في هذه المنطقة، يبقى أنا كردة فعلا أعمل إيه؟ أعمله reinforcement، صح كده؟ بعزز سلوك، بعزز سلوك، صح كده؟ السلوك ده مرغوب فيه ولا مش مرغوب فيه؟ مرغوب فيه. السلوك ده إيجابي ولا مش إيجابي؟ إيجابي. طب عايزينه يكرره؟ آه طبعاً عايزينه يكرره. آه لازم نكافئه عشان يكرره. الله ينور عليك. التعزيز هنا يجي إيه بقى؟ جملة عبارة مدح أو ثناء، تمام؟ تقدير. أشوف إيه المعزز المناسب ليه. ممكن يبقى المعزز المناسب المريض ده بيحب قوي قوي يلعب ماتشات كرة قدم أو مباراة لكرة قدم أو يتابعها على التلفزيون، المشكلة أقعد معاه أو نشوف إزاي نعمل إيه ننفذ هواية زي كده، أو بيحب قوي إن هو يرسم أو أي شيء معزز بالنسبة له، أو لقيت إن هو مهتم بشكله وبهندامه والأبيرنس بتاعه لأن اتوجدت له الأدوات اللي يستخدمها لكده. أحيانا بيبقى المريض ما عندهوش الإمكانيات، طيب أنا أوفر له إمكانية زي كده مشت أو أدوات نظافة أو فبالتالي أو فرشة شعر أو فرشة أسنان. في كتير قوي منهم عنده مشكلة أنه ما فيش أورال هايجين بالشكل الكافي مع أنه مدخن وريحة فمه فظيعة وأسنانه بقت صفرة من كتر التدخين ومن كتر شرب القهوة والشاي، فبالتالي هو طب هيهتم بنفسه إزاي؟ لما أجيب له حاجة زي كده هيستمر في إيه؟ هيستمر في هذا السلوك. طيب أنا كفأت أو عززت سلوك حميد. طب السلوك السلبي النيجاتيف بيهيفير ردة فعلي يبقى ايه؟ نضع له ليميتيشن، نضع له ايه؟ ما اقولش بانشمنت، ما اقولش هنا بانشمنت، انا ممكن اعاقب ابني او بنتي ماشي، اسحب منه ميزه اضيف له عقاب، ده علاقه نوع تاني من العلاقه، لكن علاقتي البروفيشنال مع المريض اللي هو ايه؟ اضع له ليميت. النيسيسيتي اوف موتور اند سنسوري ستيميوليشن معناها ايه بقى؟ أهمية إيه؟ تنشيط الجوانب. أيوة تنشيط أهمية أو ضروري تنشيط الجانب الحسي والحركي. حلو. إحنا كبشر بنمارس حياتنا ولا لأ؟ إيه الأنشطة اللي بنعملها على مدار اليوم من أول ما نصحى من نومنا؟ بنتحرك، بنتريض، مش لازم نكون بنتريض يعني بنلعب رياضة معينة أو بروح الجيم، لا أنا مجرد أن أنا نشاط بدني خلينا نقول دكتورة. حتى لو أنا ربة منزل مجرد أن أنا أوضب الشقة بتاعتي أو بيتي، أدخل المطبخ أعمل حاجة معينة، بقوم بأي يعني أي أمور ليها علاقة بإدارة البيت والأسرة، ده في حركة. اتحركت من مكاني ولا فضلت طول الوقت وأنا راقدة على السرير؟ لا بتحرك، يبقى هنا في إيه؟ في نشاط بدني حركي. طيب في تفعيل الحواس المختلفة، بشوف وبسمع وبتذوق وكل الديفرنت سنسز اللي ربنا وهبنا بنفعلها، هو ده المطلوب بالنسبة للمريض. نفس القصة المريض بتاعي، لو أشوف أغلب المرضى بتوعنا داخل المستشفى أغلبهم شباب، يعني إيه؟ يعني عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم إمكانيات. طيب كويس، نستغلها ازاي علشان يتم التعبير عن هذه الطاقه وهذه او هذا النشاط والحيويه بوضع برنامج من الانشطه. نفس فكره مينتينج الكونتاكت ويز ريالتي، من خلال الانشطه انا بطبق هنا اكتر من برنسبل، من خلال الانشطه اللي بتتم على ارض الواقع، ان انا لما اخلي المريض يمارس يعمل فيزيكال اكسرسايز، يقعد شويه في ساحه التشميس ما امكن، يتمشى، يلعب كوره، ايا كان، في هنا ايه؟ تفعيل للايه؟ للجانب الحركي. طيب لما اتحاور معاه بنشوف بعض وبنسمع لبعض وبنرد على بعض وبنتفاعل مع بعض، لما بيتفرج على التلفزيون فيها تفعيل لحاسه الرؤيه او البصر والسمع، لو كانت مريضه وبتدخل المطبخ وبتعمل اكله بس لازم تحت الملاحظه، ما اقولش المريض او المريضه لو كانت في ميل بتحب من هواياتها ان هي تقضي وقتها في الطبخ او كده، واسيب المريض واجيب له الحاجات اللي مطلوبه وهو يتعامل مع الغاز، ما ينفعش واقول ده بيمارس هوايه لي او نشاط ترفيهي بالنسبه له، لا لازم تحت الملاحظه. بجيب له بتشتغل على الغاز او البوتاجاز لازم يبقى عيني عليه، لان ده هنا انا بتكلم عن مشاكل ممكن تحصل في لحظه، وده حصلت عندنا كانت مره في مستشفى عندنا في القاهره، للاسف المرضى دخلوا فعلا المطبخ ما كانش فيه رقابه او ملاحظه مباشره ليهم، عمل حريق غير طبيعي. فدي نفس القصه، انا بجيب للمريض مقص والوان ودبابيس وابر وبتاع، اي اداه، مريضنا ذكي جدا ممكن فجاه لو انا عيني مش عليه
تستخبى وتختفي أشياء حادة بالنسبة له ممكن يستخدمها لأغراض أخرى بعدين. كنا زمان بنخلي المرضى يجيبوا أزايز الزجاجات المياه الغازية الفارغة الفاضية، تمام، اللي هي البلاستيك دي، ويحطوا فيها مثلا حاجة زي الفوم اللي هو عارفين الحاجات الفايبر والفوم اللي هي بتبقى زي السفنج ده اللي بيبقى متحوط بيه الأجهزة الكهربائية، عارفينه السندات مثلا بتاع تلفزيون تكييف بتاع ده اي جهاز كهربائي مش بيبقى حواليه كده او كبه بيبقى حواليها سندات داخل عشان يمنع انه ما ما يحصلش اي بالظبط. اللي كان بتجاب الحاجات دي او سفنجة حتى وبتتحط في الزجاجات الفارغه دي وبيتحط فيها اللي هو الورد البلاستيك، خلاص. فايه اللي كان بيحصل؟ انا بستخدم مثلا ممكن استخدم مقص او استخدم دبابيس، تمام، علشان بعلق بحوط او بزين الزجاجه الفارغه دي بشرايط زي علب الحلويات الشرايط اللي هي الملونه دي، خلاص، او بستخدم دبابيس عشان اثبتها بيها. فاي اداه انا شايفه ان هي اداه حاده، مقص، سكينه، دبابيس، ايا كان، لازم بالعدد بالوحده قدام مني وانا بشوفه واتحكم فيه واسيطر عليه عشان ما يستخدمهاش بالشكل الخاطئ او ان هو يخفيها ويستخدمها بعدين لاي غرض اخر. اتهمت النيسيسيتي اوف موتور اند سنسوري ستيميليشن، يتم تحفيز او ضروره تحفيز الجانب الحسي والحركي من خلال الانشطه المختلفه. الري اشورنس، ايه هي بقى الري اشورنس؟ الري اشورنس تو بي جيفن ان ديليكيت اند اكسبتابل مانر، ان انا ازاي اطمن المريض، تمام، بطمنه بالشكل المناسب، بطمنه بالطريقه المقبوله. برايكم ازاي ان احنا نطمن مريضنا او ازاي ان احنا نطبق هذا البرنسبل؟ يا شباب يعني ممكن انه اذا هو كان مخاوفه ازاي اقلل من عنده، ازاي نطمنه اقلل من عنده حده القلق؟ انه ممكن احكي له مخاوفه وهي اللي هو خايف منها مو موجوده، ما إلها اساس، ده صح كده؟ يعني المريض لو خايف زي ما احنا اتفقنا سامع لصوت بيأمره انه يقوم بعمل معين، تاسك معين، لازم اشتت انتباهه، لكن ما اقولوش خوفك ملوش اساس. طيب لا ما ينفعش، يعني مثلا سيبك من المريض بتاعنا، لو اي مريض عنده مشكله فيزيكال، خلاص، وفي حاله خطيره واحنا ولا مؤاخذه عندنا اهم من حياتنا واهم من صحتنا، في الوضع ده تيجي تقول له انت خايف ليه؟ ما ينفعش تخاف او خوفك ملوش اساس؟ ينفع؟ لا دكتوره ما بصير. لا بالعكس، دي بقى من الحاجات الممنوعه، دي من الاشياء الممنوعه. انا عندي شرط ان انا اطمنه given in delicate and acceptable، اطمنه بالشكل اللطيف، الشكل النايس، والشكل المقبول. طيب معنى الكلام ده ان انا عندي ممكن البعض مننا يقع في ورطه، وبدل ما يطمن المريض بالعكس يزود القلق اللي عنده. هو مبدئيا يعني ايه اطمنه؟ يعني بزيل المخاوف والقلق اللي عنده وبرجع ثقته في نفسه. طيب ايه اللي الجمل او العبارات اللي انا هي طالعه مني بغايه وبنيه حميده ان انا عايزه اطمنه، زي ما اتفضلتي وقلتي دلوقتي ان انا عايزه اطمنه؟ لا، بس ناخد بالنا العبارات دي تاثيرها ضار، تاثيرها العكس. بمعنى ايه؟ avoid saying to the patient you will get well. your fears have no basis. You are a nice person. Nothing to worry. انت خايف ليه؟ ما فيش ما يدعو للخوف، ما فيش ما يدعو من القلق، خوفك ملوش أساس من الصحة. أنا شايفة أن وضعه حرج وأقول له أنت مجرد أنك هتتعرض لبروسيجر معين أو هتاخد الدراج الفلاني هتبقى زي الفل وكأن لم يكن. هل الكلام ده هيحدث تأثير بهدف الطمأنينة؟ بالعكس، هنا تأثيره العكسي. دي اسمها بقى إيه اللي أنا بعمله لو اتبعت أي جملة أو على أمثلة هذه العبارات؟ اسمها falsely assurance، ان انا بدل ما اطمن المريض انا طمئنته بالشكل الخطا اللي يزيد من عنده حده القلق. تمام، سامعين يا شباب؟ تمام دكتور. تمام. طيب خدوا بالكم بس لان باقي في السيشن اقل من دقيقه، فان شاء الله بندخل على اللينك الثاني وانا حابه فاكره معاكم اللينك الثاني علشان نكمل وفرصه السيمينار. اوكي
ان شاء الله دكتور. بس ادوني دقيقتين اشم نفس بس. يلا يلا اوكي توكلنا على الله.